بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحيا الله شيخنا وبيه. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، لا يزال الحديث موصولا حول بعض الأسئلة التي تتعلق بالعمرة التي ربما أداها البعض من المسلمين في هذا الشهر العظيم طلبا لأجرها وفضيلتها. يقول في هذا السؤال: ما الذكر الوارد الثابت للمسلم حين دخوله المسجد الحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الذكر الوارد عند دخول المسجد الحرام كالذكر الوارد في بقية المساجد، في أنه يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول بسم الله، أعوذ، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدخل بنية العبادة في هذا المسجد العظيم، بنية الصلاة والطواف وغير وتلاوة القرآن والذكر. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هنا تقول: أرى في الحرم عدة صفات لإشارات الناس في أثناء الطواف عندما يحاذون الحجر الأسود، فما الصفة الصحيحة لذلك؟ تكملة للجواب الأول. نعم، أنه إذا دخل وقدم رجله اليمنى في المسجد الحرام أو غيره يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج من المسجد الحرام أو غيره من المساجد يقدم رجله اليسرى ويقول الذكر الذي قاله عند الدخول، إلا أنه يقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. وأما الإجابة عن السؤال الذي، نعم، تقول: أرى في الحرم عدة صفات لإشارات الناس في أثناء الطواف عندما يشيرون للحجر الأسود عندما يحاذونه، ولا أدري ما الصفة الصحيحة، فما هي الصفة الصحيحة للإشارة للحجر الأسود؟ البيت الحرام له أربعة أركان كما هو معلوم. الركن اليماني والركن الحجر الأسود والركنان الشاميان، يعني الشماليان. أما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، إذا لم يصل إليه لا يشير إليه بل يمضي بدون إشارة ولا يكبر، ما يشير إليه، فكيف يكبر؟ لا يشير إليه أصلا. لكن إن تيسر له أن يمسحه بيده اليمنى فعل ذلك، وإن لم يتيسر له فإنه يعبر ولا يؤشر بيده ولا يكبر. أما الحجر الأسود فإنه يستلم ويقبل ويكبر عند استلامه ويقول بسم الله الله أكبر، فإن شق استلامه مباشرة فإنه يستلمه بشيء، بواسطة شيء، ويعني يمسحه بواسطة شيء، إما عصا وإما شيء بيده، ثم يقبل ما مسحه به. وإذا لم يمكن لا استلامه وتقبيله مباشرة ولا استلامه بواسطة شيء فإنه يشير إليه إذا حاذاه ويمضي، ولا يجوز الزحام على الحجر لما في ذلك من الخطر ولما في ذلك من الضرر على الآخرين ولما في ذلك من الافتتان بمزاحمة النساء. فكونه يطوف بعيدا في أقصى المطاف ويبتعد عن هذه الأضرار أفضل من كونه يدنو ويزاحم الناس عند الحجر. وأما الركنان الشاميان فلا يقبلان
ولا يستلمان ولا يشار إليهما، وذلك لأن الركنان الشاميان داخلان في الكعبة، لأن قريشا لما أعادت بناء الكعبة في الجاهلية وقصرت عليهم النفقة، فإنهم قصروا بناء الكعبة عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال، واحتطموا بعضا من الكعبة سموه بالحطيم وهو المسمى الآن بحجر إسماعيل، فهذا أغلبه من الكعبة، فلذلك لا يقبلان ولا يستلمان ولا يشار إليهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. وأما الركن اليماني والركن الحجر الأسود فإنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلذلك اختص بهذه الأحكام. نعم شيخ، يرى البعض من المسلمين عندما يحاذي الحجر الأسود في الإشارة يرفع يديه كالتكبير للصلاة ويكبر ويسمي، والبعض الآخر ربما أشار بيده والبعض الآخر، فهذه الإشارات المتعددة ما الصحيح منها؟ صحيح أنه يستقبله ويشير إليه بيده ويقول الله أكبر، وإن قال بسم الله والله أكبر فلا بأس، يقول الله أكبر ويشير إليه بيده ويستقبله ثم يمضي في طوافه. نعم. تقول هل يجوز لي أن أؤخر الإشارة للحجر الأسود في أثناء الطواف إلى ما بعد العلامة والخط الموجود على أرض المطاف؟ لا، الإشارة وقول الله أكبر عند محاذاة الحجر، وأما إذا تعداه فإنه فات محل الذكر ومحل الإشارة. نعم. تقصد الشيخ العلامة الموضوع في الأرض الآن؟ المقصود المحاذاة الحجر. نعم. وإنما هذا الخط محدث، هذا الخط نعم. محدث اجتهدوا في وضعه لأجل تنبيه الناس على محاذاة الحجر، وإلا فالمقصود محاذاة الحجر ولو لم يكن فيه خط. نعم. لو تقدم قليلا أو تأخر قليلا لا بقى. لا، لازم أنه يحاذي، لازم يحاذي الحجر، لا يتقدم ولا يتأخر. نعم. الحمد لله. أيضا هذا سؤال، تقول هل هناك ذكر ودعاء مخصوص للطواف في الأشواط السبعة أو في أحدها؟ لم يثبت في الأشواط السبعة في الطواف ولا في الأشواط السبعة في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص، إلا ما ورد في الطواف أنه يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك التكبير استقبال الكعبة على الصفا والمروة، والتكبير والدعاء رافعا يديه على الصفا والمروة، هذا ورد. ولم يرد دعاء إلا أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة ويدعو بما تيسر، أو يقرأ القرآن، أو يسبح ويهلل ويكبر ويشتغل بذكر الله، الأمر في هذا واسع. نعم. هذه الإجابة أيضا تكفي عن سؤال هذه الكبيرة في السن، تقول لا أحسن الدعاء المتنوع في الطواف، فبماذا تنصحونني؟ تدعو بما تيسر، ولو طاف الإنسان وهو ساكت لم يدعو فطوافه صحيح، وإنما الدعاء في الطواف سنة، لأنه في عبادة، والدعاء في أثناء العبادة أرجى للقبول، لا سيما وأنه يطوف ببيت الله، فيتأكد الدعاء في هذا الطواف، وليس له صيغة مخصوصة كما ذكرنا، وليس هذا الدعاء واجبا، فلو طاف بدون أن يتكلم فطوافه صحيح. نعم. ما يكون في بعض الأحيان الأحاديث وما إليها في أثناء الطواف شيخ بغير حاجة؟ لا ينبغي أن يشتغل بالكلام مع من بجانبه، لأن هذا يشغله عن ذكر الله وعن العبادة، لكن الكلام اليسير لحاجة كأن يسأله عن شيء أو يسلم عليه إذا لم يكن يلتقى به من قبل فلا بأس بذلك، الكلام اليسير ولا سيما إذا كان لحاجة لا بأس به. نعم. الحمد لله. تقول يكون في المطاف مجموعات يرددون بصوت عال الدعاء خلف إنسان يردد الدعاء لهم، فهل أردد آمين وراءهم وأكتفي بهذا؟
هذا الذي يعمله بعض أفواج الحجاج من أنهم يتخذون رجلا يسمونه المطوف ويدعو لهم وهم يؤمنون أو يرددون ما يقول، هذا لا أصل له وفيه محاذير. أولا أنه التزام لأدعية لم يرد التزامها في الشرع، ويظنها العوام أنها واجبة وأنها متعينة. الأمر الثاني أو المحذور الثاني أنهم يرفعون أصواتهم بالدعاء فيشوشون على الآخرين، يشوشون على الطائفين. والمحذور الثالث أن هؤلاء الذين خلف هذا المطوف الذي يسمى بالمطوف أغلبهم لا يفقه معنى هذا الدعاء، وإنما يردده كالببغاء لا يدري ما معناه. فلو ترك الطائفون يدعون لأنفسهم بدعاء يستحضرونه بقلوبهم ويقولونه بألسنتهم ويذكرون حوائجهم إلى الله عز وجل، لأن حاجات الناس تختلف، هذا حاجته كذا وإذا حاجته كذا وإذا تختلف حوائج الناس، فيترك المجال لكل طائف أن يدعو بنفسه بينه وبين ربه ويجتهد في الدعاء ولا يشوش على الآخرين. نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نشكر في نهايتها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما بين ووضح. إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.